سلام سلام خوتي خواتاتي، اليوم غنخدمو واحد تي دي ديال لا بروبابيليتي اللي كيقول لك سوا ان فاريابل ديسكري دون لا لوا دو لا بروبابيليتي لا فونكسيون دونسيتي لا فونكسيون دو ماس دو ايغريك اي دوني باغ لو طابلو سويفون. ها هو لي طابلو اللي عطاونا، هذا سميتو هو هذا الدرس، هذا كيهضر على variable aléatoire. والطابلو اللي كانوا عندنا ها هو لي زيكس هنا اف لي كا كتساوي بي اكس يساوي كا. هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هنا صفر فاصلة واحد، صفر فاصلة خمستاش، صفر فاصلة خمسة، ألفا، صفر فاصلة خمستاش. السؤال الأول أش قال؟ أش قال لك؟ غنكتبو كاع. قال لك السؤال الأول أبخي أفواغ ديتيرميني l'espérance, la variance et l'écart type de x i type de x. هذا هو السؤال اللي قالنا مزيان. حنا عارفين في الكور عطاونا باللي في الكور اون سيكو لا صوم ديال لا بروبابيليتي هنا 5 وهنا اي. علاش درت انا اي تساوي واحد؟ اي قال لي ها هي كتساوي واحد باغمي 5، ها هي 5 تال 5 بي اكس كيساوي كا يساوي واحد. كنعرفو بلي لا صوم ديال البروبابيليتي هو واحد، كنديرو صفر فاصلة واحد زائد صفر فاصلة خمسة زائد صفر فاصلة خمسة زائد صفر فاصلة خمسطاش وكيعطينا واحد. يعني غنديرو صفر فاصلة واحد زائد صفر فاصلة خمسطاش زائد صفر فاصلة خمسة زائد ألفا زائد صفر فاصلة خمسطاش، هادشي كلشي كيساوي لنا واحد. هادي راه قاعدة، القاعدة هادي بلي لا صوم ديال لا بروبابيليتي كيساوي واحد. ها هي هاد لا صوم ديال لا بروبابيليتي هو هذا كامل وقدرناه كيساوي واحد، فهمتو؟ باش نخرجو هاد الفا ونشوفو شحال كتساوي، لحقاش هي المجهول عندنا فهنا مزيان. يعني هادشي الا جمعنا كلشي غيعطينا، غنجمعو هادو كلشي بيعطينا صفر فاصلة تسعود زائد الفا كيساوي لنا واحد. وغنخرجو الفا لنا، الفا الى خرجنا عطينا واحد ناقص صفر فاصلة تسعود الفا، دونك الفا كتساوي صفر فاصلة واحد. فهمت دابا؟ غنمشو غنحسبو دابا. اش قلنا في السؤال؟ ليسبيرونس. غنحسبو ليه القاعدة ديال ليسبيرونس هي هادي، راه كاينة في الكور، اكس كتساوي لا صوم ديال كا فوا بي. يعني هاجي يعني هاد واحد في صفر فاصلة خمسة زائد جوج في صفر فاصلة خمسطاش زائد ثلاثة في صفر فاصلة خمسة زائد أربعة ألفا، ألفا لقيناها صفر فاصلة واحد زائد خمسة في صفر فاصلة خمسطاش. المهم ندير أنا كتساوي واحد في صفر فاصلة واحد زائد جوج في صفر فاصلة خمسطاش زائد ثلاثة في صفر فاصلة خمسة زائد أربعة في ألفا، أربعة في ألفا، ألفا لقيناها هي صفر فاصلة واحد زائد خمسة في صفر فاصلة خمسطاش هادشي كلشي إلا حسبتوه هيعطيكم تلاتة فاصلة صفر خمسة. دابا غنمشيو غنحسبو لا فاريونس. لا فاريونس
لافايونس اشنو كتساوي؟ كتساوي هي او اكس سي 2 ناقص او اكس سي 2. واجي شنو كتساوي؟ هي كتساوي او اكس 2 كتساوي لا صوم. هاد القواعد راه غتلقاوهم في الكور، كاينين هي في الكور. واحد ك اس 2 ناقص بي اكس كتساوي لنا ك. يعني هاد القاعدة شنو نضمون ديالها في لافاريونس؟ يعني هاد الجدول يعني واحد اس 2 فوا صفر فاصلة واحد بحال ليسبيغونس. غير هنا هادو هاد لي زيكس كنرفعهم اس 2 زائد جوج اس 2 فوا صفر فاصلة خمسطاش زائد تلاتة اس 2 فوا صفر وهكذا. المهم غندير بوز حتى نلقى الحل ونعاود نرجع لكم. فاش حسبناها لقينا 10.55، يعني او دو اكس او كاري، يعني الفاري زعما عفوا الفاريونس تتساوي. اجي درت هذه القاعدة ديجا ثم نعاود نكتبها. او دو اكس يعني هاد او دو اكس او كاري هي 10.55، هي القناعية. او دو اكس او كاري هي 10.55 ناقص او اكس، وهاد او اكس ديجا حسبناها اللي هي لقينا فيها 3.05، يعني 3 او كاري يعني ناقص 3.05 او كاري. الى حسبتوها تلقاو فيها 1.2775. بقات لنا لي كارتيب ولي كارتيب راه كنعرفهم بحال ستاتيستيك. لي كارتيب ديال اكس هو جذر لا فاريونس، يعني جذر 1.2475 اللي بتعطيكم 1.1169. كان هذا هو التمرين ديالنا فهاد سميتو. راه التمرين تاع ليا واحد الاخ في لاباج قال لي نقدو. المهم تقريبا هو من لافاك ديال التسلا ولا مات. المهم ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب. اللي ما فهم شي حاجه راه لاباج ديالي يلقاها في التحت، ديروا ليها لايك وصيفطوا ليا ميساج الا ما صيفطوا لي ميساج الا ما فهمتو شي حاجه ولا المهم شي حاجه ما فهمتوهاش ولا شي حاجه ما واضحاش ولا شي تمرين عندكم بغيتو نقدو جميع مرحبا. بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش يبقى ديما يوصلكم الجديد. وقت ما دخلتوا اليوتيوب اون فوا لونسي شي فيديو غيطلع عندكم نتوما من الاول. يلا الى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله. شكرا.